السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة بويا بوا، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تصنيع أبواب الشقق. في الباب إن شاء الله غادي نصيبوه من خشب اللاطر، فتبعوا معايا الفيديو حتى الآخر. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واللي عنده شي ملاحظة يقولها لي في التعليقات. فنبداو على بركة الله. أول حاجة غادي ندوز التعمار باش غادي نعمر البيبان من الداخل. خديت الطرف ديال الأرز، هما اللي غادي نستعملهم التعمار. دوزتهم في الماكينة ديال البلانة، من بعد دوزتهم في هاد الماكينة. هاد الماكينة الدور ديالها كتخرج لك الطرف عبار واحد، والطرف أنا خليت فيهم 2 سنتيم و 3 دالميلين، لحقاش غادي يكون عندي الكونتر بلاكي مضوبة. يكون عندي جوج الكونتر بلاكيات ديال اللاتر، السمك ديالهم 5 دالميلين و 5 دالميلين، هي سنتيم. وعندي جوج الكونتر بلاكيات عاديين، هما اللي غادي يكونوا من تحت الكونتر بلاكي ديال اللاتر، السمك ديالهم 3 دالميلين و 3 دالميلين. فهذا هو الكونتر بلاكي اللي احتاجت. كما شفتوا معايا حطيت الورقة ديال اللاتر هي الاولى، من بعد حطيت الورقة ديال الكونتر بلاكي العادية وبديت كنقاد التعمار. فكما كتشوفوا معايا الاخوان، الجناب درت فيهم طريفات صغار، فيهم تقريبا شي 60 سنتيم في الطرف او 70 سنتيم في الطرف. ولا كان عندك طرف واحد، من الاحسن كتشقو بالمنشار باش الباب ما يعواش مع الوقت. كما كتشوفوا معايا بديت كنعمر الباب من الداخل، بالطرف ديال الارز. من الاحسن في التعمار الداخل كيكون من الاحسن تستعملوا الارز، حيت الارز ما كيعواج ما والو، كيجي مزيان في التعمار. من بعد حطيت الورقة الثانية العادية وحطيت الورقة ديال الليطر من الفوق. بالنسبة للورق ديال الليطر دوزت، كدوي يمكن لك دوز الزواقة اللي بغيتي. مثلا بغيتي انا الكليان اختار هاد الزواقة هاكا سامبل، فالزواقة كتختار الزواقة اللي بغيتي وكتقولها للمول الماكينة ديال الليزر، هو اللي كينقش لك الكونتر بلاكي بالليزر. ممكن ما كتشوفوا معايا، انا عندي بزاف ديال البيبان، بعد ما كوريت واحد 3 البيبان لتحت غادي نقول لكم هاد الباب هادي اللي كنصور. كما كتشوفوا معايا حطيت الكونتر بلاك هي الاولى ودهنت لها الكولا. بالنسبه للناس اللي كيديروا الماء في الكولا، الا زدتي الماء زيد شويه باش تمشاك الكولا. الا زدتي الماء بزاف راه مع الوقت كتفتح الكولا، ما كتجيش مزيانه. المهم الاحسن زيدي شويه هي الماء. كما كتشوفوا معايا الاخوان، دهنت الكونتر بلاك هي الاولى اللي منقوشه بهذه الطريقة هذه. من بعد غادي نحط فوق منها الكونتر بلاكية العادية، ومن بعد غادي نحط التعمار، غادي نقادو في بلاستو وغادي نبدا ندهن الكولا للتعمار. فكما كتشوفوا معايا الاخوان، بعد ما دهنت الكولا دابا غادي ناخذ الكونتر بلاكيه الثالثه اللي السمك ديالها 3 دالميلم، وغادي نحطها من فوق التعمار كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. بعد ما حطيتها غادي نشدها من الجناب بالكرافوز باش ما تزلقش، وغادي ندهن لها الكولا من الفوق. فبعد ما دهنت الكولا صافي، خديت الكونتر بلاكيه ديال الليطر اللي منقوشه حطيتها من الفوق، حتى هي شديتها من الجناب بالكرافوز،
ودابا غادي نحط البلاطويات، هادو هما البلاطويات اللي غادي نكولي بيهم. المهم عندي العبارات ديال البيبان ما مقادنش، كاين البيبان اللي عندي فيهم 85 سنتيم، كاين البيبان اللي عندي فيهم 75 سنتيم. المهم درت البلاطويات كما كتشوفوا بهذه الطريقة هذه، وحطيت هذوك الاوراق ديال الجورنال باش ما يسقوليش، باش ما تلصقليش الباب اللي حطيت اللي غادي نحط فوق البلاطويات. المهم حطيت البيبان اللي عندي فيهم يلا 75 سنتيم في العرض، حتى هما يا من الفوق، وكوليتهم، درت لهم الكولا كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقة هذه، نفس الطريقة. المهم الاخوان كما كتشوفوا معايا، بعد ما كوليت البيبان كاملا درت هاد الطرف ديال اللاوم من الفوق، هما اللي غادي نكولي بيهم. بعد ما قديت هاد الطرف ديال اللاما من الفوق بهذه الطريقه هذه، درت جوج جوج، يمكن لكم ديروا غير واحد واحد ماشي مشكل. صافي من بعد حطيت الدرعان اللي غادي نزير بهم، الطرف ديال الخشب فيهم تقريبا شي 6 سنتيم كارية او 6 على 7، غنحطهم فوق هاد البلاطويات هادو باش غادي نزير بالقطعين. فكما كتشوفوا معايا كيخص تكون طرف ديال الخشب من الفوق وطرف ديال الخشب من التحت، صافي. وكتزيرهم مع بعضياتهم بالسرجوانات او القطعين. فكنطلب من جميع الاصدقاء اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا ما ينساوش يشتركوا في القناه ديالي ويفعلوا زر الجرس، واللي يقدر يشارك الفيديو مع الاصدقاء ديالو يشاركوا، غادي نكون شاكرا له. المهم الاخوان بعد ما زيرت البيبان بالقطاين غادي نخليهم يبقاو تقريبا 12 لساعة او اكثر حتى نشف الكولا مزيان. من بعد غادي نفتحهم كما كتشوفوا معايا، بعد ما نشفت الكولا خليتهم تقريبا اكثر من 15 ساعة هما في البريسا. صافي بعد ما نشفت فتحت البريسا كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقة هذه، حيت السرجوانات. فكما كتشوفوا معايا الاصدقاء، بعد ما فتحت الباب حيدت هذاك الجورنال اللي بقى لاصق في الكونتر بلاكيه من التحت، فهذا هو الدور ديال الجورنال، ما كيخليكش الباب تلصق مع البلاطويات ديال الخشب. بعد ما فتحتهم فهذا هو الشكل اللي حصلت عليه. ودابا خديت البيبان وبقيت كنقادهم في البلانه كما كتشوفوا معايا، كاين اللي كيبغي يدير لي زاليز في حروف هاد البيبان، كاين اللي كيبغي يدير البلاكاج، فكل واحد شنو كيختار. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا البلاكاج كيخصو يقطع الكونتر بلاكي يكون زايد تقريبا يمشي سنتيم ونص، باش منين يدير ديك السنتيم ونص اولا سنتيم
ويدير البلاكاج يجي العبار هو هذاك. اما بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا لي زاليز كيخص ضروري تنقص العبار ديال لي زاليز، باش ملي لحقاش ملي كتزيد لي زاليز كتزيد لك تقريبا سنتيم ونص، سنتيم ونص هي 3 سنتيم كتزاد في الباب او 3 سنتيم ونص. المهم الاخوان، بعد ما دريسيت البيبان وقديتهم في البلانه، هذا هو الشكل اللي حصلت عليه. دابا غادي نركب لهم لي زاليز. العبار ديال لي زاليز كيكون فيهم 3 سنتيم و 6 المليم على سنتيم اونس. ما كتشوفوا معايا الاخوان، حطيت الباب بهذه الطريقه هذه وقطعت لها لي زاليز ديالها على حساب العرض كما كتشوفوا معايا. من بعد دهنت الكولا ولي زاليز ركبتهم بالمسامر، مسامر ديال الخمسه. فبعد ما ركبت لي زاليز في التناكس حطيت الباب في الارض كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه، وركبت حتى للطول. صافي دهنت الكولا كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه وركبت لي زاليز بنفس الطريقه كما ركبت لي زاليز اللي في هذه الجهه، ركبت لي زاليز حتى في الجهه الاخرى. فبعد ما ركبت لي زاليز كاملا والباب نشفات من الكولا كما كتشوفوا معايا، خديت البانسوز وحكيت الباب مزيان باش يجي مفينيا. وواحد النصيحه بالنسبه للناس اللي كيديروا الكونتر بلاكي ديال الشينوا، ما خصكش تحكو بليمون حيت الا حكيتيه بليمون غادي يتقشر. بالنسبه للكونتر بلاكي اللي خدمت انا، الكونتر بلاكي ديال المغرب يعني صحيح ومزيان، واخا كتحكو ما تخافش منه ما كيتقشر ما والو كيبقى مزيان. المهم الاخوان، بعد ما بونسيت الباب بليمون غادي نحيد هذوك الطريفات اللي بقاو شاد لي البانويات مع بعضياتهم باش تجي الزواقه، تجي زواقه وحده ما يبقاوش دوك الطريفات قاطعة من الزواقه. ممكن ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه حيدتهم بالمربوع. من بعد خديت الكوتشيله وبديت كنفيني الباب كما كتشوفوا معايا، كررت شويه الباب بهذه الطريقه هذه. صافي من بعد خديت الكاغط ديال 80، كاغط حرش ديال 80 وفينيت الباب مزيان حكيتها. المهم بعد ما فينيت الباب فهذا هو الجزء الاول ديال الفيديو، وان شاء الله في التركاب غادي ندير لكم فيديو اخر الجزء الثاني.
وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وهذا هو الشكل النهائي ديال الفيديو. ما تنساوش تدعمونا باللايكات وبالاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم سالمين. كنتمنى الفيديو يكون عند حسن الظن ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.